طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الخامس للصف الأول لمادة اللغة العربية. في هذا الأسبوع سيتم التركيز على مهارات اللغة العربية، ألا وهي الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة والتعبير. سنقوم خلال هذا الأسبوع يا أحبائي بالتعرف على الصفحة 3 و4 من قصة إنها زهرة واحدة والمرتبطة بالوحدة نتشارك الكوكب، والتي تتحدث عن النباتات. سنقوم في هذا الأسبوع يا أحبائي بالتعرف على كلمات جديدة وبطاقات جديدة. أيضا سيتم التركيز في هذا الأسبوع على تنوين الفتح. سنبدأ بالتنوين وأنواعه والبدء بالحروف منونة، ومن ثم اختيار كلمات ثلاثية منونة مع تنوين الفتح. سيتم خلال هذه الأسابيع التركيز في الأول على تنوين الفتح من خلال الحروف والكلمات وكيفية لفظ الكلمات المنونة بتنوين الفتح والفرق بينها وبين التنوين. أيضا يا أحبائي في هذا الأسبوع سيتم تحديد إملاء ليوم الخميس. سنقوم بقراءة فقرة الإملاء وكتابتها عدة مرات، ومن ثم التدرب على قراءة البطاقات الموجودة على السبورة وكتابتها، وكتابة فقرة عن النبات في مهارة التعبير. أيضا هناك لدي يا أحبائي قصص حول النبات. أيضا سنقوم بزيارة المكتبة واستعارة قصة وإعادة القصة القديمة. سنقوم بقراءة القصة وتحليلها والتعرف على أهم الشخصيات الموجودة في هذه القصة. سيكون لدينا تقييم للقراءة سيتم تحديده مسبقا في الإيميل اليومي، أيضا من خلال البطاقات المعروضة على السبورة. طلابي أحبائي، سنقوم بحل ورقة عمل أيضا شاملة للمهارات التدريبية جميعها. طلابي أحبائي، أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء.